الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وحين نقصه جري معاني ذي صيغة الأمر أي إلنا يسي وحين نتشوقني وحين نقدم به معناها تضبية تمناد وتمنقة شيخ وحول رحمه الله وخبر النحو إذا لم تستحي فاصنع لما شئت ففاز المستحي وحين معاني ذا كم ذا خبر أيها كم ذا إن ورن وحلق ورم أي اللوغة شيد الصيغة أمر نحو إذا لم تستحي فاصنع لما شئت نحو إذا لم تستحي وصدى هذا الكون النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي هدان ضحشون أين فاصنع لما شئت سماء وحاد دون تسماء بمعنى وحلوك شيد معنى خبره تصنع ما تشاء حاد سمين إيسا وحاد دون تأيات سمين إيسا بلوغة شيدا ففاز المستحي وحاد قول إيستي كي حشون أي أي قول إيستي وكي حشون أي وححون وحالق حشو دانا ووححون مركا معناها سيدة دي تبناد سيغة أمر وحالله استعمال معنى خبر أمثلة بذنبان الله تصالي آيات كقرآن كقاركود بي علماء قاركود تصاليين شيخنا شرح كسي أرورينية ولنحمل خطاياكم حلوغة شيدا وقاضي النبا لوغة شيدا إن نفتو دوح أمريان لوغة متشيدو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا حلوغة شيدا معنى خبر وإن يرنوا قسل الدونان وحبذنوا أوي الدونان منافقين تو سأسأل وقت فليتبوأ مقعده من النار أي يتبوأ مقعده من النار كل ذلك وحلو كذا بمعنى الخبر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت دان الحشونين وحد دونت الصماء بمعنى وات صمين يسا وحد دونت ومعنى خبر بلو كذا استحى يستحيا ولا بلغ يستحي يستحي إن لبي أود لقرده يعني يأكل يا لقدر جو لبدا وشمد والبا عربيهان وأوسو قنطا القرآن لمن ولا آخرين إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يأكل يا إن لقدر جو يعني لبي أود الآخريه لبدا وقرآن لمن ولا آخرين وخبر صيغة أمر كا معاني الله استعماله وحكره كم إذا خبر خبر بكم إذا ومعنى ور إن لوغة شيدو نحو إذا لم تستحي فاصنع لما شئت سيدة هدانة حشونة إنن وحد دون تصمع حديثك والنبي وكوري صلى الله عليه وسلم وحلوت شيدا أي تصنع ما تشاء وحد دون تصمع نيسا ففاز المستحي وحمرك قولي استي المستحي كي حشونة يي إحمانتك حشونة يي أي قولي استي شيخ الشرح وحكوب براروشين أيام سيدة الصيغة دي أمر معنى خبر لوغو استعماله أي خبر كينا معنى أمر لوغو استعماله واحد شروح لا يراد خبر يراد به الأمر خبر أمر لوغة شيء وحانا كم إذا آيات الله يري والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة هو يوينك عرورتو دي وحين نوچين أيان لبصنو دم يستران إدي دون إسا إن الناس نوغ إلمها أولم ما يسترتو عدي ربطا لبصنا ينوچ نيسا بس كيرين كران مدل لكن إلمها لنوچيو أو لبصنا كبداني ما جرتو واسل لغيرين كران مركا يرضعنا ما خبرني ما اللوغة شيدا أو سداسي واقعهان إن دعايسو بالا ينوغ ورميا ما يعلمد وحيدا وحلوغة شيدا حكم حكم الحكومة يا لوجة شيدا يرضعنا أي اللي يرضعنا هنو شيئا بلو شيدا الله بس نقعد ما يسترن قدي دون يسنا سنو جينا قعد ما يسترتا الله بس نهنو تسو سأسأل لوجة شيدا مركوا خبر يراد به الأمر سأصل لك وحكى لو شرتا خبر يراد به النهي صيغة خبر اللوجة شيدو معنى النهي اللوجة شيدو شيء لقريبا أيه لو تشيدو سيدة حديثك والنبي صلى الله عليه وسلم
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ما قورين يسو قبر قبر قورين ما يسو يعني يعني قورين بالوشيدا يعني قورين أي اللوشيدا قبرين ما قورين يسو نفتيدا يعني يعني قورين بالوشيدا وخبر يراد به النهي صيغه أي خبر أ معناها أنا وحلوقة شيدا النهي لقريبا أي لوقة شيدا وحنا ولي بعلماء يلاهدين أدي أمر كي أمن نهي الصيغة خبر كصار روا كحل ديران شبدين يهي وأنا كأدق يهي هذا الصيغة دي أصل كأهيد أمر نمضى أمن نهي كصار روا وحسي أدق مركز الصيغة خبر وأمر لوقة شيدو أما مركز النهي لوقة شيدو مركو كوي مادو أيو سي أدق بدن يهي وسي حق بدن ساسع علماء دي لهدي كذلك التفويض فقد تجتبي كونوا حجارة من التعجب كذاك ساسو كلو أهاضي التفويض بندق فقد تجتبي تجتبي وحد دورنا يسا ومثال قد دورنا يسا تفويضك فقد يوحل لمتك فقد ما أنت قاض يعني حكم وحد دونت إن هذا حكمته نمانك مؤمنين تإسلامي النبي موسى النبي هارون رميي مركي فرعون هنشبي ويلوا إذن دلدليا أما قعمها يأدي مدان تلانتال إذن شريا أنا إذن أقلان ساور رميسين وحيكو يلاهدين فقد ما أنت قاض حكم وحد دونت إن هذا حكمته ساسي كوي لهدي حلو تشيدا تفويض تفويضكو بمعنى وحوية أدوكو ساد دون تحكم أدانو كاقا هرني أدام مركا وحوية أنو كل الله الله ممينو يعني كل الدقاء الله ممينو وإن حكم كي إساقا أيوغا هرين علماء قارنا وحيكو مقا عابين تحكيم إمام الحرمين الله بدا إريبا وكعبري التفويض والتحكيم وين عيد اللود دا يحكم كاللود دا يو. أما إساق الله بندقو اللي إله دا سيداد قرطا دقو دا حكم ابن فارسي عبادي يقول وحيكو مقعابين تسليم إن حكم كامركا اللو نبت قريو اللي إله دا أدانو كاقا هرين سيداد قرطا ما هين لقو رالي يهي إما داما أودا يسكو دافعان أين يهي السنين أي دا صبريان محمد بن نصر المروزي وحو كعبر استبصال بعض أصولين تكمدي وحيو نسبيين استبصال كان نصر بن محمد المروذي أي بعض قد نسبيين وانا صدى شرح كوكب المنير أمري أصل في صوت تحبير كنا صدى صوت كلا أي سونا مري لكن بحر المحيط كا يبرماوي يقول حي مريان عد هذا الكنتي لإنه يتهي محمد بن نصري المروزي مركا استبصال يتحكيم يتسليم يتفويض وحلوت شيء ذا بمعنى اسكو معنى اللوت شيء كونوا حجارة من التعجب كونوا حجارة نقد دكحن من كي قيامة الدفير يين ليس صار صار يدفير يي قال ذاها إلى هاي وحكويلي قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة أتكتل هذا لك حن نقضى أما بر نقضى أما أبور وحيد كوين فيهن كوين إذن لدر النوع دونتان بالنقضى إلهي ويدن سعلني يعني وحكستان نقطان بربي ويدن سعلني مركو حلوت شيدا تعجب بمعنى تعجيب بلوت شيدا لياب قرينيو سايو يابان مركو تعجب النظم الشيخ كعب براي علماء قاركود نصاص كعب برين وحانو تلماما يا إن معنى التعجيب وإن لياب قرينيو اللوغة شيدو تعجب كنو وحو حصير يا عد الله لحظ ليو وايو إن إدك حن نغضان أما بر نغضان waxay kamid tahay waxyaalaha la yaabayaan bay kamid tahay culimada qarkood misalkan waxay ka dhigeen qul kunu xijaaratan aw hadida
تعجيز عجسي قلين أن يطايك عبرين وحيدا معناها إن لا عجسي قلين أيو وحينا كاريكارين لفر أيو ويقال لأمر أيو أيو نقنس معناها تعجب كسوى تشرا وحي علماء قاركود وتصاليين تصالك قصي هبون تصالها وشيخ ينقري والزركشي وحاو كشيغي يا بحر المحيط كا ابن فارس إيو قرافي إيو تعجب كيني أتصاليين سيغضى أمر إيني أصارورتو هذلك الله يلي أسمع بهم وأبصر يا هذلك كلي الله يلي أبصر به وأسمع ويصيغوين كاسي وصيغدي التعجب كيم مبوب كأهيد اللو قبابي سنشري علم النحوي وأفعل به يما أفعله لبضي الصيغي لبابي سنشري باب التعجب لبابي سنشري أي كم يضحي زركشنو حورني وهو أليق إن أسمع بهم وأبصر يأبصر به وأسمع لبضى آيضوضو كاللو تصالي يضى أسي هبونا شبضا كذلك التفويض ساسو كالو أهضي تفويضكو ومعنها بندقة أما حكم كمركا إساق إن لو الدين أيو وإساق الله صلم أيو أما اللي سدي بيو واللي يسادون تأدقو ييل وإن كوب بنانت اللو متشيدي عاقبة إذا وضل كل مدون تابع لغت المامي فقدي تجتبي وحد دورنا إساق تصالة ودورنا إساق فقدي فقدي ما أنت قاض يهد الله ظلمتك أما اللي يلا هذا مرك الله لقبينا يا التفويض وتفويضك فقدي فقدي وي كذلك مذكورك لصوص شجع حالة لم يدهاتي تجتبي ودورنا إسا ولقت الماما يسكت تمام البيت إنيته أما تمام الشطري ويرجز كمشطور كأ ورمذا قاركود قيب كصبا أما الشطري كصبا وحي حسابيا إني بيته كونوا حجارة من التعجب كونوا وحن نقطة حجارة رجح النقطة من التعجب وحيكم ذهات إلا ياب كيكم ذهات بمعنى ياب قلنت يكم ذهات أما وحيالها مخاطب كل ياب يكم ذهات والصيغة دي أمر والتعجب لوجه شيده وحسسيف عن أن لا تصاليه أبصر به وأسمع كذاك في مشورة نحو انظري ماذا ترى وفي اعتبار مذكري للثمر انظروا وفي التكذيب فأتوا بصورة على الكذوب كذاك في مشورة نحو انظري انظر أوكل ماذا ترى تركيبك انظر ماذا ترى إيه ماذا ترى محاذ أركتاه أي ما الذي تراه محوي هيكاد أركتاه في مشورة وحكسه تشي أي كسه كذاك مذكور كالصوش يغي حاله لم يده هذا وفي اعتبار مذكري للثمر انظروا وانظروا ايغا في اعتبار عبرك قادشو شيغا لغو عبر قادن ايو لغا فكر ايو كسه ناد عبرك قادشا داسو مذكري شيغيس للثمري مرها الشيغيس آية دي بكوت المامية انظروا إلى ثمره إذا أثمر حلو تشيدا كعبر قاتا وكوان قاتا وفي التكذيب فأتوا بصورة صورة لك عليا في التكذيب بين انتي أيك السقية على الكذوب كي مركا بين تبضنا لقوي للصورة لك عليا يعني هذا الكفاءة بصورة لغو يري أما لا يري هذا لغو بينين أيو تكذيب كالغو تعلق سيو على الكذوب لغو بينين أيو على الكذوب بين بضنه لغو بينين أيو وشيخ ينشيغي معاني ذا الله استعمال الصيغة ذا أمر وحكم ذا تشيئ لغة تشيئ سيدا هذا الكي إبراهيم وإنان كي سي كو يري مركي إلهي كو يري إنان كاقا قورع أيو أرنكي أشيغي إنانكي أشيغي إنانكي أنت أشيغي بوحكولي فانظر ماذا ترى إيه
ماذا ترى محد رأيين إساء رأيهان محاكم مقضى والله تشي علماء قاركود وحيليهن مشهور اللوغة متشيدو وحيليهن فانظر ماذا ترى وحلوغة تشيدا سو الصبر أو ديار قروب ساسا اللوغة تشيدا بيلادي لكن قرينا ذا إنو إساقنا هدلي إنانكي أو هدلي أو كويري سماء وحل وأمري مركي قرينا ذا نأو إيجان هل كان أي لصعط فانظر ماذا ترى إلا هو أول ذكر لها إنو إله دون صبرا ديار قروب إسكاعت كيسو أمرك إلهي أوه قانسب شرعي قدر بأ مرها دانو صدا أوران فانظر ماذا ترى يري إنن كنا رأيك أشياء صحظة أهيد أو يري ففعل ما تؤمر يعني السماء وحل وأمري وحلقة قادنا يا مشهورة إني تهي أو تشيء يا هيد كما نوفي لين إن ولا عيو من يهلين دعينو مركا كلاب تأرن كاسي وحي لهاي أمري مر ليبا وكوك علها مركا هدي سكلا وحو لم موقدان دينو مركا وانيو وحو الشيغو أي مركا كايم الله على كل حال فانظر ماذا ترى وحلوغة شيدا مشهور واتشي سيغضا أمر وحي كلا أصا أرورتا عبركو قادش وشي لغو عبر قادنا أما لغو وانا قادنا سيدا انظروا إلى ثمره ايغا مرهيسا إذا أثمر مركو مرهيو أي وقت إثماري مركو مرايو ومربحيو بل هذا ايغا يعني كو عبرقاتو افير سدو كفكرة وايجيس لغا فكري مذكرين للثمري وحكوت المامي تكميل كآيات للمايستري او قدر كأي كترتو عبردو لغو دريو الى ثمري سيغادة امر وحكا الله استعمالا بينين عيد وح لغو بينينيو وراهدي امر كو وقت اذا قارايو تماطا سيدفعت بسورة من مثله سورة سورة القرآن كلمة لك علي أمركو إلهي كو يري قال إن كنتم صادقين هذا الرنشي يسأل لك علي حين قرأ يسأل تكذيب لما إيمان كرتان باللوشي وشيخ التحي صدح يلا باطن معنى أي السؤال ريو مد والبة الساري صدح يلا باطن كبام أوحو ساري مطني وصاري والنظم وكو كان معنى يالك لو كده يرادو علماء قاركود اي شيغان شرح ايو كتل ماما معنى ياشو شرح كسو اروريي وحكم دا انو يلوح الله استعمال انعام نعمين سيدا كلوا من طيبات ما رزقناكم وامام الحرمين ببرهان كشيغي بولي لكن وحيو اكتايبو لينو سوقو دا قيلو يو امتنان كي اينو صمر وحكم دا معنى دا كلاو الشيغ احتقار شيء لحقره يلا يصيو سيدا ألقوا ما أنتم ملقون فرعون مركو صور الصدي فللو يدي فره بضنا أو دون أي نبي موسى إنو كهر جيو مركي قوبت أي مادين وحي لهذين موسى أما أدقوا أين أظهران تورتا أما أنك أظهران تورين إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى نبي موسى وحكو يلي ألقوا ما أنتم ملقون تورا وحا توريسان وحي تورا يندى سحر باي أهيد يفللو سحر يفل باي أهيد مركا حقرسو حقرا أيو أيو يولي ألقوا ما أنتم ملقون وحا توريسان تورا حين نحلق لها بمعنه يساقد عيا تورا وحقرس علماء قاركود وحيليين معنه إهاندا بايو إيقتاهي إن لوغة تشيدو وعدي واحد مركا لتشعلي يا هي ان عيد لو يبهو لو بلن قادو واتيمادا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون وين يكب الشاريستان الله بلن قادي وعيد يا غودنا واتيمادا سيده فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن تاسو حي كم تايبو للتهديد كي بي كم تاينو سوارقنا وحي كلا اتيمادا بول احتياط سيدا فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا
معنى احتياطه إن للدذال يوليسك إلى لنا يو النجاسة دي هو أنت النجاسة كسوك أنت هيك عنتي مركا الله توصو يا بينك هردد لغا توصو إنا ويلك قعمها اللي سكجلين بيه مركا وري الله فرحشو مركا هم يدوك عنتي سا أنت هنو قلين كهر فلا يغمس يده في الإناء إيانو سكجليني احتياط إن لوغة شهدنا وحاو الدليل فإنه لا يدري أين باتت يده ما قرنا أيوك عانتي سيميشي حالي كسوك ميد لو إسلام مغنى يووه رديو وحا دعي كرتا وحا نهبونين إني تابطي أيا دعي كرتا وهذا قاربا وحيورن شري نمبا يدانو وغا هاي قعما هاي قماشي كسوك ينبينك صبحي بوحو التوصيب الليلي إساقو دبرتك عانتك ولتشه يا أيوب برارقو توصيب لي لكن تاني أمر ما هي وصيغ النهي فلا يغمس مركا مثال كتن لو مثالين ينظر باكو الصغن وحونا شيخ يري وحي قد قليسا ندبقي واحتياط كي الشيخ ندبقي كبحي مايو شرح الكوكب المنير ككتابك اللي يلاه دي أصول كحنبلي وأقرن خطأ باكو دعي هالكنو احتياط بدل كذا وحكون عضي الاختيار مسادرتك لنا وحي قريان الاحتياط هضيت هاي بحر المحيط هضيت هاي برماوي وهضا انه هاي نشر حيسا هضيت هاي اصل كيس اللفتي سبا الا اصل هو كسوتشي ذا والتحرير الشرح التحبير اصل كيس وكسوتشي ذا اللفتي سا احتياط كو قرنت مسادرتك الاحتياط بيقريس وحكم إذا معاني ذا الله استعماله التماس عند مساوي أطلبك وحلق طلبي سيدا الروح أوليك ما إنو كوي لهذا إلا السمن افعل كذا سيدا السمين شيخ دهو حورنا يا حانا دعي كرتين لي لهذا أما والله أوران كراتن إيو وحلم متكاهي نفعي أي وحكت رئيسو أحكام تدريشت كلا الدريشنا يا أي وحكت رئيس النفعي قد ويريه وهي تعابير تنوك الأحكام الشرعية وكما تماضوا في الأحكام الشرعية شيخ لكن تاس انتو يلوى فيه النظر أي اسكرافة معاني ذا كلا الله استعماله وحكم ذا التحصير والتلهيف مرققل سيدا قل موتوا بغيظكم كل انتو كب بغطية عردين يا يعني عيلة بغطية وحكم ذا معاني ذا كلا الله استعماله التصبير أن الصبر سين يو أوتماطا سدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قال لذا أكادي والسب أمهلهم رويدا إن يرسب بمعنى وحبا إيمانكو ده الرجينيني عقوبة كل عدون تبال أدو إن يرجلالي حلم إذا فذرهم يخوضوا ويلعبوا يعني كتك يخوضوا ويدبالا هداد كتكتو ويلعبوا ويسكع ياري حلوش هذا تصبير وكرو شيخ أتساري لا تحزن إن الله معنا لكن والنهي أمر ماها مركا إنسي غدي أمر والتصبير لوغتش هذا لا تصالي حين نقنا السائنين أنصب وآهين وحكرو كم إذا معاني ذا الله استعمال قرب المنزلة علماء قاركوز شيخين منزلة ذو إن الدودة صير في باش شيخي وحانو أتسالي أدخلوا الجنة شنة قلع حاني شنة ويدن كله ذا قلع كأنه للي وحكم ذا معاني ذا علماء قاركود أتسالي التحذير والإخبار عما يقول الأمر إليه ديقس لقد ديقيه يكورا لقورا ما يوحى أرهم كقودا بين دورا سيدا هذا الك الله يلي تمتعوا في داركم ثلاثة أيام يعني سيدا سيدي حلوش إذا إن لود دقيه لنطي الماما إيوه عاقبة ذا أرهن كود وحو قد الله وحكم إذا معاني ذا علماء قار كود أي الشيغان سيغة ذا أمر إن الفائدة يسو فلين لفليو إن لدوني لكن تاسي كبح ما يسو وجوب كي أمن ند بقي كبح ما يسو وحكم إذا معاني ذا علماء قار كود أي الشيغان سيغة ذا أمر إن اتماده أرن كرو أن للشيغين إن لو تشيدو إن مركا لفليو
وكان لفظي قال لقوش يا جماعة ها معنى كله اللي قال لي يا هين معناها كله اللي ما دول فريو سيدا كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل مرك فتنة أي شرتو دقال كيف فتنة إن الله قيب قاضا لنقرين كن عبد الله المقتول وحد نقطة أدون كإلهي يلدله ولا تكن عبد الله القاتل حنقن أدون كإلهي وحد له مقصود كاللوغة شيدا وحي تهي إن فتنة لقاق عنها يستول إسكدا ولو هبك ينصطو إن لقود له لكن مرادكم ما هاي إلا بإلا هل قد له وأدو سب بندق سي مركا مركا أهل فتن ويكود دلي لهاين وإن لقود له إن لقاق عرب ماها إن معنى هاللوغة شيدا لقاق عرب وحي تهي إن وحوية فتنة اللي إسكدا أيو لقاق عنها يستو أن فتنة اللي دحقرين ولو هبك ينصطو إن روح على الدليل وحكم إذا معاني ذاك العلماء قاركوضة الشيغان إن لوغة شيدا تخيير دور قلين إن لوغة شيدا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قفال باشيغي بولي لكن شيخ وحولي وحالة ورنكرا أريق الصيغة أه فاحكم بينهم لقم قادا اقرأ انت كلا يكون لرن أيا لقاقات وأي وحل إسراعي فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ركال الله بدأ أرينا إسكو للدقاء وأهين لقاتش يستيع إن لك لحكمه تاسا لقاقات دور قل انت لكن لقم قادا صيغة أمر مجرد علماء قاركود وحي سأروريين معاني بضم بي سأروريين أو إلا صدح يصد معاني علماء قاركود سأروريين أنت هذا والشيخين هو بيسكيرده وذا ينتاس قرنا أنت وكيريين وإلى سقالي اللي بطن معني سأروري البحر المحيط كو سأروري يصدح يصد المعني أي سأروري لكن معاني ذا قار كدب على كل حال اسكن نقونا يسكن الدواني وهذا لك أكبرنا يسا معاني بضن إن لو استعمال السيقى دي أمر عراق يقول لحي يطبن معني أي اللي ببيت كو الشيخ مركم من هاتك بيضاوي نظميني من هاتك بيضاوي وحكون نظمي نظمي دير أو كن يصدح بقول يديرات بيده وحول بصيغة افعل أوجبا وأرشدي أدعو أبح أكرم كذن دب هددي عجز أهن سوي وكون سخري امتن واحتقر تمن أخبري لحية طوان كان معنى وحكون شاق اللي ببيت مركز صدح بيده كرو قدم بينا وحو كطحي معاني ذا تسال يا شودي أي كطحي مركي أنه أرقنا الصيغة أمر إن لو استعماله معاني بدن وكل الدون وحي سويدين للصيغة أمر مركي سوء أرورته حال لوغة شيدة معناها أصلي قال لوغة شيدة محون نقنية حقيقة ذا لغو حنبارية حي فائديسة جماهير علماء وحي ليهن صيغة أمر وحي فائديسة واجب نمو وانا سيدا اكثر اهل العلم اي كتاكين معناها واجبني ماذا يحقيقة كتاهي معنى ياشا كالاو دن وحي كتاهي مجاز وسيدا جمهور اهل العلم كتاكين امام شافعنا وكم بديهاي علماء سيدا كتاكتاهي اكثر الفقهان اللي قصوا النقري وحي سيدا علماء يسكو خلافين جمهور كاهي سيدا كتاكي واجبني ما مرهد دي اللوغة تشيدو صيغة أمر إني واجبني ما كنت الصين يسحق يلا قاطع صدح قوله كلا الدوام بي كليهن علماء بعض إلى هذا شرع قال قاطع شرع قاطع السيئي إن صيغة أمر الشرع قلت ما دا إني واجبني ما فايدينيس أصالة وحكا اللي حيها دان لهدين ما يلغة أيال قاطع وقول لبعض اللغة العرب بالقوية قالنا الصيغة أمر هذا السوء أرور تقرين كل حسانة أين يتشرين إن واجب نمو أي كنت سنس ما يعقلق أي كنت سيئي وثلاثة أقوال بعض علماء كم يدو قاركوت كل ميين واتشران ويري شرعق أي اللغة مدو لبوا كنت سنين أمر كو إن واجب نمو فائدين أيو اللغة سيئة اللغة قادنا
ده سيدكو مركو أدون كيسا كو يلاهدو اسقني ماء بيئي ورابيو بيئي السي هدو أدون كي ورابين وايو بيهي أكيني وايو أمر كي قادن وايو هدو الدقالو يهدو وحييلو مد والبا واللوغو قرابيا أدون كي وحلقو أرنيا أذا قلدن مركا ما داما سيداس لغو أرنيا سيغادن أمر لغاهان إنه كتوسين يسو واجبنمو أيا لغا قادن شرعيقو إنه كتوسين يو أمر كو إنه واجبنمو فائدين وحاو الدليل دي آيات قرآن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام آيات كوحكم إذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم آيات كوحكم وكم إذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أحاديثنا وحكم إذا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة هذا أمر لها مشقة إيمان الله مركا دبتا تورس أمتي سوغت ترى يدرادد أيو أمر واي إن عضيدان مركز تيتو كنيان صلاة أكتيدا إن عضيدان سيد اللو أمر واي وصاص مشقدنا واجب نماذا كايمان أي سايا السنة نماذا كايمان ميس مركا لو أمر لوجب هدو أمر لها وواجب لها عضيقا سوى واجب لها هدو واجبنا مشقة كايمان الله سيان مشقة دو أغايمان أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر واي مركا إذن أمركو واجب نمو كتصيا شرعا علماء وحي مركا يلاهدان قاعدة أهان الأمر يقتضي الوجوب حتى يصرف عنه صارف وهدان الدليل كل حين واجبني ماذا معنى الله بعض علماء قاركود وحيد هذين ما يأمر كل ندب باء أصله واجبني ما هدي اللغة شيء ذا أما معنى كل اللغة شيء ذا قرينا أبا أنت قول الصدحات باء وحولي حقيقة وحكوية إباحة ويجوز هو محقق أصلنا وحى أين أن طلب تشرين مركان مباح وأين مركان لقح مبارة وقول ضعيفة بالمرة ويد الطلب كوا كسرني هو طلب الفعل ما ماشي يلا سلورني ولسل عدم الطلب هدي أصل كوا عدم الطلب دي الطلب بايمي أصل كوا كان نقلي الله يا با مركايبا حد وقول أذو ضعيفة معتزلة يا بالك الشجع قول أفراد حولي هي وجوب كي الندب يقول دحيا الله السجن الشيعة لقسو النقلي غزالي لفتي سوحو كشيغي الشافعين ومركز سيدا يلي لكن علماء قاركود وأولا سيدا ابن قطانو وحو يلي عند الإطلاق ما تشيدو عند الإطلاق واجب نمو الشافعي قبا قول الشناد وحو ليه قدر كمشترك آية كدحية وجوب كأي صنها كدحية قدر كاسو كدعية قول لحاد وحو ليه وقفي إن لغت وقفوي ما وجوب با ما ندب با قول تضباد وحوليه وحلقة توقفيا ما حقيق وجوبك كليا كويه ما سنن ماذا كليا حقيقة كويه ما اشتراك لفظي كويه ومد والبقار نمدي سالوغ مقعابا ما اشتراك معنوي اللبضة وكرد حيه أيو مركيه اشتراك معنوي محون غنيا يعني وحوية ووضا كوبصانا يايو قدرك مشترك هايو كلام يعني أيكو دعية انت أصال لغة توقفية قول السديدات باوحوليه وجوبك يندبك إباحادو اشتراك اللفظي يكويه اشتراك اللفظي هو مركان لبدا الشي معنى كالحي ياتشرين بالها اشتراك اللفظي سيد اللو يلاهدو إريق عين وحلقو إطلاق الباصرة توحلقو أركو عين وحكرو لغو إطلاق الجارية تدردركا عين وحك الله لغو إطلاقا النقدان يعني ذهب كيف الضضا واشتراك اللفظيو أرأي قنبا سيدان الله استعماله سيدان الله استعماله أما المشتري وحل يلهذا كوكب كواكب تكمدا المشتري وحك الله يلهذا روحي وحسوق قدنا يسوء يبسني لبدي معنى وحبك مرد حيان إن لفظي قلنا قارني مدي سكن اللغو إطلاقه كان اللغو إطلاقه موياني معنى أي وذا كان ما شفته
واشتراك اللفظي مركا اشتراك اللفظي وحون نغنيا واجبني ماذا نقار باللوغو إطلاقا ندبي نقار باللوغو إطلاقا إباحدا نقار باللوغو إطلاقا قول السديدات با وحوليه ما اشتراك معنوي ويهي اشتراك معنوي مركا وحون نغنيا معنى أهانا أيقوة دعايا وقدر كي مشترك يكدح يوكالي أيو قر موبية قدر كي مشترك إنا كنوا كتشرا كنوا كتشرا كنوا كتشرا قول طبناد با وحوليه ما يشن معنى أيو وداقة أو مدول با وكدعية صدح ذا لصوشيق ووجوب كي ندبق إباحدا كراهية تحريمنا كدر أحكام خمسيه با وحوليه متقين ردالك مرة ينضي والضعيف بالمرة أقواش قار كود بات سورنايسا يا أقواش سلو يري شيخ الإسلام ابن تيمية يا وقت يدا قار وحي له ذا وقت يدا قار كود علماء قار وحي له ذان بوري شيء ليس أورنايو أجهل الناس أورن مايو طو واحد عضين علماء قار كود له ذان حنزل أهم بعد وحود عكران يا قولك كوبية طبناد صيغة أمر إرادة الامتثال فلن إلا الدونة يلا فليه دون استا فلن تلا الدونة يحقيق كويه إنه واجب نما فائدية إنه سنة نما فائدية إنه إباحة فائدية إنه وحيالك لفائدية قرائن باب الله أقا إما حالك قادنا يا بس إرادة الامتثال قولك سنة ضعف يسوى اسكم مغضى أبهر الشيخ اللي يلاهده إما مالك أو حالك الشيخ يريد أمرك كالقاض وما أمرك إلهي مس أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم أمرك إلهي واجب نمو أي فائدين يا أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم سنة نمو فائدين قول كرو خلاف صنو إنه سنة نمو حقيقة كوية هين ولا جسوا النقلي أبهري مرك وحين نقول إسرائيل لبقى والمسألة وصلنا ذي وقولك الله بيطمنات قولك الصدح يطبناد أو قدام بي وحولي شن معنوك للدون أي وداقة وإيجابك يندبق إباحضة إرشادك يتهديدك نقدر أقواشا قولك مركا معتمد كأه وقولك أقوه الرئية أكثر كعلمدنا مرين أدلدنا أي كتوسين أيسو قولك أنك لفرقين أي أمرك إلهي أمرك رسولك دي لما كلفرقين أدلد الشرعي أمرك لأيغو إميل بل وذا مري وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم مركا أقواش أبدا كود على كل حال وضعيف قولك الصحيح وقولك رنيا أمرك واجب نما أي فائدين وإن ترد هذا الصعر تصيغته أثر حضر صيغة أمر حارنت نمين دبديد هذي سؤررت أو بعد الاستئذان أما إذا ويديس الدبديد أي سؤررت أو بعد الاستئذان حيث يجري قرط مركا وصعنيه أما الدريري دخوي ما دو استئذان دبديد يعني استئذان قرط تشرو ولا إذا ويديسني كان قرينة على الإباحة حن غنيا من إباحة قرينة أه أمارة أه بنين والأمر فيه طلب الماهية أمر كان وحلوغة شيء ذا ماهية ذا أما حقيقة الشيء إلا طلبي شيء إلا ترسية بس أيوم بأمر كايتهي معناها أمرك معنى كرو كبحصن أما التكرار أما مرأة أما مركا فور أه لو ما تعرض الحق ضم يكون سيحرمت مسألة ذا هراء هدى وينو الشيء وحي تهي لبن مسأله أي إنوشها قال لبذا مسألة واحدة صيغة أمر هذا السؤال ورت النهي الدبدي أما حارنت النمين دبديد حيكون تصنيس إذا ويديس الدبديد هذا اعتمادنا محيكون تصنيس وعشيخ يقول لبذا مدو لبوا حيكون تصنيس يعني إباح وبنين بالغة قاضنا يا الأمر بعد الحضر خلاف باكو شرا سدى عشيخ إنوشها قال بعلماء بذني كتجين شافعنا لقصه النقلي أكثر فقهانا اللون نسبي قول كلو حريه أمرك هدو بعض الحضر يمادو
sidoo marka kalaba marka bilow ahaan u yimaado wajubka u faa'iideynayo markana u faa'iideynaya oo inuu bacda hadri yimi qariina ka sarfinaysa waajibnimadii ma aha sida siiqada nahyigu ba haday timaado bacda wajub ayna tahriimki uga gabaxayn inuu ka saarin aya amarkina bacda hadri haduu yimaado aan waajibnimadii ka baxayn qowl kala wuxuu leeyahay haduu hadrigu muaqqat ahaa أنا أهو حكود مانايا سيغو كان سني سوى إباح مركا وإذا حللتم فاصطادوا قول كلا وحولي إباح دي وجوب كل حيال له قول كلا وحولي استحباب وإيمادا قول كلا وحولي رفع الحضر وإيمادا حضر غاهري أي ماشا كالصاريا دبنا الشيء وحو أهان شرو ديب وقول الله بنايا انتان لحارانت نمين كهر دو واجب أهان شري واجب نمدي بكل نغنايا haddu sunnah ahaan jirayna sunnanimadii buu ku noqonaya oo amar kan dambe ama siiqadan dambe ku celinaysa ay amarnimo haddu mubaah ahaan jirayna ibaahadii buu ku celinaya waa li raf'i al-hadri sidaasna culimada qaar kood baa doortay waana sida marka muhaqiqiinta xanaabilada qaar kood ay doorteen baadigaasina uu nisbeeyay muzani sheekhi looran jiray ee ardaygii shaafici ahaaday وأنا سيدا ابن كثير كتفسير كيسا كتغيو أو أرنايو هدي اللي يلاهدو الأمر بعد الحضري إباحو كتوسينا يا وحا كهر إمان إياه هدي اللي ذا قار كيد با كهر إمانيس سيدا آيادة الله أو يلي فإذا انصلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين مشركين تي إلا الله أيو دي بلا معينة اللود دي دي والله قرر يا با حضري باتشري بلها سمركي دمادان وبحان مشركين تلايا إلهي لي والأمر بعد الحضر من السورة قالها إلا يلاهدو وإباحو الجهاد كيوحو أهاد قال هذا للد قال لما يميد واجبه كتب عليكم القتال مركاسي غدا أمر وحيكو علينا يساوحو أهان شري قبل الحضر وحضر قبل رفع ناس الأمر بعد الحضر إباحين لوغت شيدان واسدا أدلة بدن كيدو قصار ورطي سيدا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله دمرك مرك عادة قبان لقي عادة أي قبان إن لو تقو أنك أتقو واللو ديدي مرك يهضبات طاهروبان طهار قاتان فأتوهن إلى هيوحل أتقا دي واجبنا لأرن مايو وقبل مرك استي عادة دي كالطاهر قادتو واجب بيكوتها لأرن مايو إن أتقو سنة أتها إن لأرن مايو حنا قلنا السائباح ورفع الحضر هدي قرينه كل حين يصلي له يضوى قار إذا كنتم نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة آخرة إذن حسوسنا معنى التحديد بلغ فهمية أنا بحل وجهي تصدى إنك قدرني على كل حال قول كاسنا وحورنا يا ورفع الحضر لكن غالب كنصوص الصعر ورتي الأمر بعد الحضر ما دام إباحاء الصعر ورتي بأكثر كعلماء وحي إلهدين بالأعم الأغلب بالهليشينية كاللبض قول يقروني وإن لا إلهده ولرفع الحضر وشيء قوح أنشر يكون ليس يلها للإباحة اعتبارا بالأغلب مركا جمهورك وحلون نسبي كاس إنه إباحة فايديني لكن علماء قاركود قول كاكالي أي كدور بذان haddu bacda istiidan yimaado idan waydii sadabadeed markana wuxuu noqonayaa qariino ibaaxadi ayuu noqonayaa qaal al musannif rahimahullah wa in tarid siiqatu uthra hadri aw ba'da al istiidan haythu yajri aw kana qarinatan ala al ibaahati wal amru fihi talab al mahiyati an kusoo celinna laqbada wa in tarid haday soo arorto siiqatu siiqadi amar isra hadrin حارانت النمين دبديد هذي سو أرورتو أو شيء لحرمي كذب لأمره أو بعد الاستئذان حيث يجري أما إذا ويديس الدبديد أي سو أرورتو حيث يجري قرتي استئذان كمركا أسعوني بمعنى أتشري كان قرينة على الإباحة حنقنا يا أمر كاسي أما رض أما قرينة أي أنقنا يا إباحة إن شيء قاسي مباحي هاي لقد قادنا يواجب نمدي لقد قادنا مايو
لكن إباحة أي مركا لقى قاضنا يا وأنا سيد أكثر كلون نسبينا يا علماء قاركونا وحي دورتين قول كورنا يا سيد الشيء أهان شري قبل الحضر أي كعلنا يا أسأل ذكر لكن وحي نقول إسا إن إباحة مركا يدو أي فريسانس بعد الاستدان يدو وحي نقول إسا على الإباحة نقول إسا إن قرين أوتا والأمر فيه طلب الماهية أمركو فيه طلب الماهية وحقصغان حقيقة الشيء إن لدون أيه الماهية وحقيقة الشيء شيء لفتي سأيا اللي يلهذا ذات هذا الشيء أمرك ذات هذا الشيء اللي سوي الدين يوح لها ما هو ما هي ما هي مرك اللي يلهذا وحلوتشي ذا شيء حقيقة سي ذات ذي سأيا اللوتشي ذا مرك حقيقة الشيء ينبى لدون يا لطلب يا لا لتكرر ولا للمرة إنو صن نغضو أمسغنان طلبكو أما أمركو أمسغنان ولا للمرة مرء لطلبا ينا أمسغنان مرء لدون ينا أمسغنان كبضن أمسغنان بل هي من ضرورة مقرة مقرة ولا سغيا من ضرورة ضرورة درتيد بالله سغيا ومر لغم مرمان بيوتهي هيا شي ذات مركمة السنينين إن امتثال سورة جلين مر لي ما دم وياني أي مرك الله سقى لكنه كجار تهاي إن كبضن تهاي مدن أمطال هل كان شيخ وحكاك والرمي مسألة الصاب صنصي غادي أمر هذا يسوع أرورته موحي فائدين ستكرار لقلنا نقول أيه لسوع العلين أيه بس التكرار ما فائدين سهل مركلي إلا لي ما دا كفلا مثل بعض مدن بالله ما بنبحن شيء قاون حقيقة دي سلك على يبال ليدي يينو مر فائدة يينو كبدن فائدة يمدن الله مدقين مسألة عين كاس خلاف أيها قلي أهل العلم قايسكو خلافين بعض علماء كم ذي وحي لهدين أمر كوح الله دقي مربى مركه هرب الله دقي كبدن دليل كلي وباهنت بعض كلا وحي لهدين تكرار كوح ديدا يا هدان وتشرين تكرار بالغو حنباريا تكرار أي الله وحن باري لكن هدي تكرار وحديدة يا أوتشرو مركا تكرار لقو محن باري علماء قاركودنا وحي كالقادين أمركا سيغضى أمر شرطي يا وصف مدنة بأن كحرنين يا هدي مركا شرطي وكحرن يهي أما الصفاء وكحرن يهي وهدو شرطي كحرن يهي أما الصفاء كحرن يهي صفاده أما شرطي قاسي انت يسون نغطبا وحين نقول إذا شيء قال إذا أمرينا إلا سوء العلني إذا سمعتم النداء أدى أذان كم قشان فقولوا مثل ما يقول المؤذن وحاتر أذان وحن مؤذن كي يلاهدو وكلا إذن كنا لها شرط باكو حران شرط قاسي وامحي ومقل كلم مقلو أذان كلم مقلوي مركا مركستو أذان كلم مقلو وإن مركا للي مادا إجابة مؤدنك اللي أجيبي أو مؤدنك ألفاظك أدمي وإن لقدمي له ذا يعني ساس النبي وأمره صلى الله عليه وسلم حل قارك وما قارها صلاتك استوء اللي أدمه أذانك مركا لما قلو إن وحوية للي ما أدو إجابة للي ما أدو وإنت مؤدنك أويري لقدمي له ذا أي علينا وأمره يتكرر بتكرر الشرطه شرطك سينو صنو نغضي درادد أيو إساقونا مركا أصنو نغني وحلم بدا وصفك والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله توقع قعنت قوي مركو إلهي يلي دي مركا استوى حديتان كيو اللي ما دق قعنتين لقويا كإيمانيس الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ننكي إيقبردي الزنيستي أقول هراء صمرين بقول شيء ذا المد والبكرد في تأيوي له أمره زندي مركز صيد عضو وإن شيء ذا الكل هلا ولا قراعة بقول كشيء ذا مركي لا قراعة إذا بديه بقول كشيء ذا لقى شراء هدو زندي كل نقضه حضره وإن لا شيء ذا وبقول كشيء ذا لقى شراء هراء لا يقى شراء محل لا يقى شراء يا لورن ماي يعني سير لا يقى شراء يا أنا بقول كان هراء لا يقى شراء أمر دمنا مصوب بحين واقي هراءون حاجي ذلك هذا اللي قرأ يا لورن مايو صفدي وكحدنا حاجي ذلكو
aya soo noqotay sifadu ku xidna mar haday soo noqotana hukumki jeedalka waajibkaana waa soo noqonaya waa in marka waxa weey boqol dambe marka la garaaca haddu ku noqdo waa saasi leeg laakiin inta aan jeedalka laga jarin ama aan gacanta la goynin tuugii haddii takarurkaasi iyo noqnoqodkaasi uu dhaco waxaa la sameynayaa hal mar unba xadka laga jaraya oo lama odhanayo labaatan goor buu sinaysto sinadii ku caddaatay amaba uu qirtay waa in labaatan xad laga jaraa la odhan maayo xadkii weli haddaan laga fulin ku noqnoqodka ka horreeyay fulinta xadka laga fulinayo in xadkii la celcelinayo keensan mayso hal mar keliya ku filan oo zajrigiina waa ku xasilaya oo waa ku sugnaanaya laakiin markii xadka laga jaray dabadeed hadduu dib ugu laabto waxay noqonaysaa in xadkii laga jaro haddana saasay noqonaysaa idaa qumtum ila salaati faghsiluu wujuuhakum markastoo xadis uu jiro aan weysaqab jirin salaadiina waqtigeedu soo galo faralka ahayd waxa waajibaysa in la weysaqaato ayaa waajibaysa si salaada faralka ah loo tukado sidaasay noqonaysaa marka waxa weeye haddii sharti ama sifo uu ku xidhan yahay wuxuu noqonayaa yatakararu bi takaruri ayuu ku soo noqonayaa yacni celcelinta shartiga ama sifadaasi ay soo noqotay ayaa marka shaygii ma'muur bihigee lays amrayna la soo celinaya hal masalo khilaaf ku jira waa jirtaa masaladaasi waa maxay mu'addiniintii masaajidda ka addimayey ee faraha badnaa ayaa mid waliba mar addimaya salaad keliyaana loo addimaya kii ugu horreeyey markaad ajiibtay oo intuu yidhiba aad ka daba tidhi ducadiina akhriday baa kii kala bilaaba xaalka caynkaasi miyaad haddana soo celinaysaa oo ijaabadii aad la imanaysaa oo ducadii aad akhrinaysaa mise marka ugu horreysaa kugu filan taa culammadu waxay ka leeyihiin laba qowl bay ka leeyihiin ilaa madaahibta qaarkood ay laba qowlba ka yeesheen oo iyagu isku khilaafeen madhab keliiba ixtimaalka ku jira daraaddeed sababtu waxay tahay qaar waxay milicsanayaan dee in salaada loo addimaya mid quruun tahay mu'addiniinta addimaya haba kala duwanaadaane iqaamadiiba sidaad mid uun dee markaa waxa weeye ula tukanayso oo aad ugu kacayso baa adaankiina mid keliyaad u ajiibaysaa wayba salaad qura culamada qaarna waxay milicsanayaan oo eegayaan shartiga xadiiska ku sugan idaa samictum nidaa'a faquuluu misla maa yaquulu lmu'addin ruuxanna nidaagii waa maqla marba hadduu nidaagii maqlay ow adaankii maqlay daahirka xadiisku wuxuu sheegayaa mu'addinkii inuu ajiibo intuu yidhi ee uu akhriyey ka daba yidhaahdo marka taas waxa weeyaan ixtimaal baa ku jiro yacni culammadu labada qowl way kala mareen waana mas'ale ixtimaal ku jiro qusri baana ka iman karo magaalooyinka qaarkood baa dee masaajidda badan ay jiraan masaajidadii badnaa baa laga yaabaa isku mar inaynay addimin waa adaankii isla eegan marka waxa weeye nooc mashaqa ayaa markaa ka iman karta mikrofoonadiina meelo fog baa laga maqlayaa meelo fog ayaa markaa laga maqlaya marka mas'alada uu sheekhu inoo sheegaya waxay ku saabsan tahay siiqadii amar markay soo aroorto amarkaasi ma wuxuu faa'iideynayaa in lagu celceliyo oo marka lala yimaado haddana lala yimaado haddana lala yimaado mise wuxuu faa'iideynayaa hal mar in la sameeyo mise qadarka mushtarakee labada ka dhexeeyay ku dhacaysaa oo looma tacarudin in mar la samaynayo iyo in la celcelinayo culammadu aqwaal bay ka leeyihiin si qowlka ugu fiicani wuxuu yahay in dalabulmaahiya uu sugnaaday ama bicibaara ukhraa qadarka mushtarakee labada ka dhexeeya inuu u sugnaaday aan loo tacarudin oo loo bambixin in hal mar la sameeyo iyo in marar fara badan la sameeyo hal mar in la samaynayo iyo marar badan in la samaynayo waxay u baahan tahay adilo khaarijiyo ka baxsan in loo helo ha yeeshee qadarka ugu yare imtisaal ku xasili karaa waa intii waa hal mar halka mar in siiqadu ku tusisay ma aha daruuratu limtisaal baa waxay keensanaysaa fulinta la fulinayo ka fursan waagu wuxuu keensanayaa hal mar in lala yimaado haddii marka hal mar lala iman waayo imtisaal ma xasilin oo amarkii lama fulin marka imtisaalkaa laasimsaday marka oo lagama maarmaan ay u tahay
لكن اللي جو كوباي إن لقى بدينا يو مثل لوبم بحيمه مركا قولك وقف يعني واتسوي ولا ماذا قاركودنا وحيلين مركا أيو مركا وربك تصنيع حا فرق يا ولد حيا الله وذا قول إن اللي يلاذوا الأمر للمرة واحتكرار فائدين يهدان لصعون هل مربك تصنيع والدلالة اللفظة كم تاعي يا إلا إذا هذا ما يمرك قارني ما كوت الصين ما يكب هذا نكوت الصين ما يه لكن مرك والله جم مارمان وامتثال كله جم مارمان ويهي أو امتثال كيف لازم سدي دلالة اللفظ جسك ما مدها يعني فرق يربى ودحية مركها معني هو إيش كده وانية لكن فرق يربى ودحية كانوا حوي يلام مركها قدر كأقول يرى امتثال كحصل أو هالمر لكن دلالة اللفظي وكتوسيي أما تضمني كمان مدأها امتثال كن بل لازم سدي وحو إيغا يا باريا بل وح مركا كو حصريا أما كبضياء لهلو كان كلا لكن وحو ليا دلالك وابها يستا مرني ماذا فائديني مركا فرق يربا ودحي ويسكو دوي لا للتكرر إنو نغد إنو نغن أيو مركا شيء ليس أمر أيو مرر متعدد للا إيمان أيو أما السقنان ولا للمرة هل مر إلا السميين أما السقنان بل هي كسوغور تاسي هل كمر من ضرورة مقررة أي مقررة من ضرورة ومدل السوغيو كفرسنوا دراديد بالله السوغيا امتثال بان حسيري كرين هدان هل مر للايما ولا لفور دق دقنا أمسونا والذي يبادر كي دق دقايي ممتثل ومد أمر كفولين يوي والقطع فيه ظاهر والقطع قوينة لقوينة فيه امتثال كي لقوينة ظاهر وموقتا يعني امتثال كي لقطعين يانا وظاهر هدو دق دق لي مادو مسألة ذكالي وهل كان شيخ كقه اللي وحيكو صاب صمتهي سيغذي أمر هدي سو أرورته ما وحيو تالا إن دق دق لو سميو للفور مي أسقناتي وهر إلا قلي مادو يالاقا قادنا يا سدبوا الله دقي كرا شيء قاس سماه بالليل مدق دق الله سماه يي أطلع مسدبوا الله دقي كرا أكو مجارها إن هر لقى سماه مسألة وحيلة ده يصدح صورة يمرك هر لذا سم حل الخلاف كله تحريريه ماشى لسكو خلاف سين يهاي سين الله تحريريه الله عدي صدح الصورة لذا وحيتها سيغادي أمر هدي أمر هدي أي كل هان تهي كتوسين إيسا إن هر لغلي مادو أما أي أمر هدي كل هان تهي كتوسين إيسا إن دي بلوديك كرو أو دي بلوديكو لبدا صورة من نبا خلافكم أجرو هدي اللي يلاد إفعال الآن هدى السماء دي بان أوديك إيا ماشا مطال إلا أمر كيبا وحكو قيدين يهكو حرين يهي إصلاح اللي قائن للسماء دي بلوديك ماشي واكبح أما وحا اللي يلي افعل غدا سيدا واحد سميسا بري سمي اما سيدا واحد سميسا بعد شهر سمي مركانا وحن نقونا يا للتراخي وحلي قاعد ضنبي ايوكو قيدين يهي ان دق دق لولي ما دماش مطال لبدا قرينا هدو لبدا وكمريه وعلامة الماما يساين هر لغلي ما دو يا علامة الماما يساين دب لوردقا لبدا من نهدين اتشرين ومحل كي علماء يسكو خلاف سنه ما للفور بو إيالا وإن دق دق لوصم أيو إيالا مثل التراخي أيو إيالا بمعنى تراخي بو أخبار كرا مثل لبضا مدنا بالله مبام بحين اللي إيجاد الماهية حقيقة الشيء إن الترسية كليو أصقنا هذا فور كي تراخي ونا أدلة خارجية أباهن علماء وحي كليهين أقوال متعددة كريه صدح قول إيه وحكب بضن بابا كسوغن رسالة رينا يا شيخ إلا شن قول قول رنا إيه أمركي مركو لبدا قرين لبدا وكمرين يهي إن دق دق لو سمعي إن دب لقلي ما أدو لا للفور ولا للتراخي لبدا مدن بأمي لي فوري يتراخي بمعنى دق دق لو سمعي دب إن لوردقو مدن بأ كمتو السنين أمر كوية وحو أصغنا ذي كرية شيء حقيقة ديس إلا الترسية إيا ذات ديس
حقيقة الشيء اللي أمرين ولا ترسين كرا ولا لا إيمان كرا يدو هر لجليمي يدو دب لورد جاي مد والبا مركل هذا مدنا خاصكم أها قول كاسي وقول كأي قبان علماء بدن أي كتجين جمهور الشافعية دنا اللون سبي إمام الشافعي هذا الكيسة سيدا كم وقتان أيتها مركل قول وكاس قول بعد حولي هاي ما أمر كوحوية لأمر كهرباء للفور وإن هر لقلي مادو وأنا السيدة حنفية ذا إيا حنابلة ذا إيا مالكية ذا بدن كودو بأي كتاكين بعض الشافعية ذا كم يدنا أي دورتين إنو أمر كوية هاي للفوري قل يا شافعية ذا سيدة دورتين وحكم ذا بورنا يا الصيرفي شيخي لورنجر الشافعي قاها يا أبو حامد المرودي يا الدقاق أي كم إذا قليها الدورتي قول صدح هذا حوليه أمر كوحوية لا للتراخي والدبوة اللوردي كرا بعض باسدان كتغي شافعية دقار كودنا والاقا الشيقة إن قول كالدورتين تراخي بو أمر كوحوية لا والدبوة اللوردي كرا قول أفراد حوليه لبام دوئيانو وإن أمر كي هر لغلي مادو أما وإن لقو أنصدو لنييو إن دب لغلا إمانيو أمركي هدي هر لغا فريو امتسال كي ولا لي مي أمركي ولا فري أمركي ولا قاط هدان هر لغا إيمان وإن نيادة لغا قوان صدا إن دب لغا سماين إلا هدان لنيين إن دب لغا سماين وحنقونا يا سنيه بشبه كالبا مدوين دعضا إن عزم قاس إن نيادة لهر مريو لنيين إن دب لغا سماين أما إن هر لغا لي مادو صلاة الفر الكوكا لها الدئاد عدر دار أضحيصته صفر وكلاءاتها يؤدون يسو إنا تشمعيصو لبدا الصلاة دود السوق يسو الظهر كي عصر تشمع التأخير كسما يسو مرودة توكتو أما مخرب كي عشاه الدون يسو إنا تشمعيصو يسوق يسو صعدال باتاي تشمع التأخير با الدون يسو إنا تسميصو صلاة الظهر حل قيدو مركو صوق قلو صلاة دي الظهر أما صلاة المخرب هذا المركة حلقة صلاة تشوكت أنا تكنين وإن عزم لطمع دان نييسا صلاة الضنب إن تقدر دونته وشمع تأخير نيوته هذا شمع تأخير نيون ده شيء فرالات كتكت فرالكات كتكت هنا واحد تاي صلاة دان فرال كانت حلقة ده تكتو وحلقة دورك وحب حي هذا صلاة دي تكن وقت قاد ظهر كان إن ظهر لتو كذا واجب كوا هيد حدو تكويدي دينا تأخيري عصر كقدره ما دام عذر دار هيستان دوني محد كقد وين دقف كي سلادة كتقي دوينا ترى داني قواني عذر دار نواه هيستك شمع تأخير بين نيودي مركا إن سلادة اللي لي ما دو أمر كلا السمايو اللي فليو يا إن النية يا إن دبلة قراء من يلا بضم مدوا إن اللي لي ما ده عزمي قال الله إيمان أيانا فعل كيس مطلق وما بدل نقنية اسم مقيد وما بدل نقنية إلا وقت قاعد عضو الدارك وهي ستين عضو الدبل قيس حلم ذي علماء قاركو دي لهدين صلاة دي فرالك أهاي دي وقت قاعد واسع أها حتى دي وقت قاعد هرت كويدو وعدون يس آخر كإنا تكتو كتو أما وقت قاعد لحدي سآتو كتو وإنا نيسا وقت قاس تقدم بحوقا قوي معها تنهر قد هذا ولا ماذا قار كود بالي مركا لازم معها على كل حال عزم قاوة إلا لي ما دابي لهذه مركا إما الفور أو العزم لبضا مد أهان وإن حصل بي لهذه هذا مركا وحكا الله يسوي واجب كي موسعها إنه مسألة كلي إنه مركا هذا الشيخ يعني مركا كم التأخير كي مسألة ذاك الصابس قولك الشناد حولي ووقفي ووالغت ووقفي من اللي جزمين معي مركا سيدا وقفي يعني وحي تهي الشيخ أرجحي إن لا يلاهدو لإيجاد الماهية أي أصغ ناضي أمركو فوري يتراخي مدنا بالله ومبان بحين جمهور قصي وحي قبان إنه فور أصغ ناضي ودك دك لو سمي دك دك نوح لقدر الشنا يا بي لادين الدلاذو حين أمر يسا إن خيرك لو دقدقه سابقوا إلى مغفرة من ربكم
يعني مركا مسابقة خير كلو ديرين ايو يدق دق اللو دق دق ايا الليل امري ما دام الشرع قو امري ان لو دير ايو خيراتك وخيرك هور لقلي مادو وحلقة قادنا ايا ان اوامر تفولين تيدن اللو دق دقو تاس ايا لقا قادنا وحشيخ ورانا ايا مذهب تلباد مركو الشيقي والمذهب الثاني انه يقتضي الفور وبه قال الحنفية والحنابلة وجمهور المالكية والظاهرية واختاره من أصحابنا الصيرفي وأبو حامد المروذي والدقاق والقاضي أبو الطيب. وقال قاضي حسين في تعليقه في كتاب الحج إنه الصحيح من مذهبنا. قاضي حسين وحلي هيبا قول كفور كإنه كان سنة يكس عبصا بقول كالصحيح هي مذهبك يقول يحي يعني مذهبك خلاف باكو تشرا وأقواشي سواس خلاف صنطة يعني وحوي الرأي ذي كليهين وكالدوين قولك الصحيح وكاسو يسو ترجيح سساسة ومغط. قال وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل من خارجين. قاضي حسين وحولي وحان أبنا إن الحج كلا ضبلقه إن يبنا انتهي دليل كبحصان لفظك كبحصان أيان مركا أبرنين دليل كاسا كان صدي دي بوديقا كان صدي دليل كبحصان وحوو تشيدا النبي صلى الله عليه وسلم حجك مركي لواجبي يبا إنانو هورك رأيمانين أو الصند دي بوديقاي الصند دي سقالات بحجك لواجبي يي صند دي سقالات مركي حجك لواجبي يينا نبي صلى الله عليه وسلم صند دي طبنات بحجي مرك هل السنة دب أديك؟ مر بهدي النبي قايو بنانا السنة دين دب لوديكو. إن أنا أقول فور كوت السنة إن أمر كاسي خاص نمديسو. أي لقى قات. مرك قرينا كسر في السي فور كي أي مرك الله لي بولي. شافعي الساسيلي. سداس أيلي. ولا ما دارنا يا حش كلفتي الس. ولا ما دب أديكايو. وحيليهن عذر دار قارو النبي صلى الله عليه وسلم ودب أديكاي. ذمذا روح أبر النقاش بضن إن لهر مريض الروح هذا حجك كواد شبي إن هر كلي ما دوي حد عكرت حولها وهلاي إن يكبحان دب هذا دور دجانا إن ندب كأود كريم بصورة كلا كقار كود بوقتي هذا قار حول لها وحجين كريين حجك نكواد شبي مر كأود كريين ما يحجين وجوب كي حجك نوا ساري هو ذمذا ذو ساري هو قان لقوليه حوله هنا كبر حمر كده دم بواحد إسلام ما هي قانت هنا كسر ناتي وحكو حكي أنا ما هي مركز سدة ومروه نقدنا نروح موجي مربه هدو حكي كواتشي بوينه هر كلي مادة تاسا أبرأ للذمة حديثنا والقصوري إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل إليه فإنه لا يدري ما يعرض له أدي متكين حكي دونه هودك دقو ويا مقرنا يوحكسو درين دونه قرن ماي مركا جمهورك وحي قبان وعلى الفور لكن قولك كلو حولي هي جمهورك الشافعي ذا الشيخ ونسبيي أرجحينا يعني فور يتراخي مدنا أم السقنان مدنا أم السقنان لكن وحان شكي كتشرين كل يبكي هرك ليمي إنو امتثالك ليمي وقطعي والقيني لورن مايو أمرك مفورين اللهم إمن لما أرني ولا لفور شيخ وحيرين دقدق أمسقنان ماهية الشيء حقيقة الشيء أيوم بأسقنا ذو لإيجاد الماهية أما لطلب الماهية أي أمر كأسقنا ذي مطلق الأمر مطلق الأمر وحلوليه وكي قرينه فور كأما التراخي كقي ديسا كمرنا مركا ولا لفور مركويلي ولا للتراخي نواسك قدرنت تراخي جنا وجمت شيئا علماء ذو تراخي بواجبة وحيوت شيئا تراخي بجائزة قليها كنت جساسي وجد والذي يبادر كيد دق دقائي وهر كلئ مني ممتثل ومد أمر كيف لي والقطع فيه ظاهر جوينت امتثال كلا جوين يانا وظاهر وموقتا وحشقوا للتنبيه الأول إذا قلنا بالمرجح وهو جواز التأخير فالاتفاق على نفي الإثم
حيث لم يغلب على الظن الفوات وحي لهدين نراهنو قولك تأخير وابنان يهيئه هدي قولك أين نراهنو وحليسك وفقصي يهينا دم بتشرين ويكرر لنا يسو قولك أين نروح الدم بابين هدو دبلغه لكن مركا أن الدم بتشرين وقورما ومركا إن ظنك سيمره سكو غالب نقن إنه واجب كاسي سيداك قتلي هدي ظن غالبة أما ملغ غالبة وكهلو إن أنو دبك أوودين هدان وهدى الصمين واجب وحكوا أينو دقدق لي مادو على سبيل المثال روحي با وحاو ملينا يا صنت كصوص صعدة إن أنو قارين بو ملينا يا حاجك أوقوه الرأيان أو أوودي كرا لكن وحسلي يهي متكدن بي ملا قارين ميسي ظنك غالبك أما ما أوودي كريسي ظني غالبا مربى هدو صدا كهلا يوحى لازم آينو هرك لي مادو إنو هرك لي مادو أيان لازم كوه مثلا روحي با قصاص أحران قصاص دي وحى اللي لوا لغا فريني صلاة دي الظهر با وقتي قيد الصوق قلق هرتا هدانو كتو كان وحو إسلي يهي دي قصاص دي واكو قفلي ساب إسلي ديب كما أودي دونتي واجب وحى آينو هرك لي مادو أي واجبك. وقد اختلفوا فيما لو مات على قول التراخي في الحج هاي علماء يسكو خلافين هدو الروح لنتو مركا قولك التراخي يقص بصن لو السعود حجك إن تراخي اللي قلائي منكرو يسكو خلافين مدن بابي مثل مدن بابي يعني حجك أيو دبلغي إساقن حجك اللي منن أيانو لنتو ما يسقوا عاصم وعاصي ودنتي يسقوا عصيان كمرن هدي لقوا السعودية حجك التراخي وي عاصم يسقوا عمي ودنتي مسمر من وحيث عاصم فإنما ذلك لتفويته مركو الدنبابنا والتراخي يكو الدنبابنا سابته ذو وحيته تكسين تقو حجك التكسيي دراديد باسمه وقيمي الدنبيكو إذا التأخيره مشروط بسلامة العاقبة ويا تأخير كأمد دبلغة حجك لدبلغة وحلق حرية إن عاقبة نبط قبطو نبط قشو أيا لقو حرية السلامة العاقبة هدان لهلين دي وحا عداتو دبك عدات تأخير كوينة نباناني قولك التراخي هدين لقو سعودو حجك وحا أودي كري إنو دبلغو انت انظن غالبا انو تضيقي ووقتك عرير النقضي وحل الدنباء انو اوودي كرين ظن غالبا هدانو كهلين مركا ما داما اسيدا او دبليقي كريا سنوات متعددة اساقو دبليقي با غيري دقدقو انو فلنين ايا كتمي مركا او لنتا معاصبو يهي بالترك الحج تقست او حجك كتغي ميو كدنباء بو عاصكو يهي بس عصيان سقوا كم مرة بقول إنتي، وهي شيء جائز أو بنام بوليني. مسألة ذا سوى مسألة هذا إشكال بدن. علماء مركز الشافعية دون يجو تراخي قبا. أيه هدنا وحيليه بدن كودو سقوا عاصي بقول إنتي. مركز لو يديه لا يلهدو. تراخي وما أبنانا وحيليه ها. إلى حل ما أبنانا. قاري له هذا أنت عمر الغالب ك، يا قاري له هذا أنت مركز ظني غالب وكه ليو، إن أنا وقت كدم بيا أودي كري إلى حل جاس بحيك السكير دم وبنانا، مركو النولا، تأخير كان سوما بنانا نهابي لي، هذا مر دمشد وعاصي كن نقضي، وحيلي دمشد وحعداتي، للسلامة العاقبة المشعولين، تأخير كو حوق بنانا، بالشرط سلامة العاقبة عاقبة دي إني نبض قشو شرط لغو حرايو أيكو بناني مربا هدي سلامة العاقبة أين يتشرين أما بناني من غنس إنه بناني نوحيكو عداتي قيري دي وقيريو دي ومسألة آذو يعني مركا أخلاف بطن ولماذا قاركود وحي لها سلامة العاقبة وأرن غيبئة روحنا غيب كيم أغا
oo kama warqabo caaqibadiisa inay badbaadeen ee laba mid dhaha ama waxa tiraahdan fawr inuu la yimaado laazim ku ah oo inuu fawrkii la yiman waayo ku dambaabay ama waxa tiraahdan taakhirku waa u banaana mar haddu taakhirku u banaanana isagoo caasi u dhintay ha oranay labada mid marka mara ala kulli xaal waxa yiraahdeen hadaan oran weyno isagoo caasi u dhintay sunnihii bay shabahaysaa bay yiraahdeen shaygana waa faral marka faralku muxuu sunnaha kaga duwanaanaya intuu noolaana inuu dibdhigaa u banaanay markuu dhintayna wuxuu dhintay isagaan caasi ahayn haddii la yidhaahdo kaanahu inuu sunna ka tegey ee sunnana kama tegeyna waajib buu ka tegey waajib haddii laga tagana ismi baa yimaada marka fawrna kulama iman dibna kalama iman waqtigiisuna wuxuu ahaa cimriga ayuu xajku ahaa ee bacda alcimri ma ahayn inta la dibdhigayna waxay ahaydun fi khilaali muddati alcumri un bay ahayd inta marka la dibdhigi karayna waxaana cadaatay waqtigeedii inuu tegey isagu yaanu ogaanba cimrigiisu inuu intaa ku egyahay marka waxa weeye cala kulli xaal waa masale xoogaa khilaaf badan laakiin qowlka odhanaya dee waa lil fawri iyadoo waaba iska caddahay oo dee fawrkii inuu ka tago ku dambaabay xaalka dani qaaliba uu ku helay xilli dambe inaanu awoodi karayna hor inuu kala yimaada waajib bay ku ahayd oo fawr bay markaana noqotay markaana ismigu waa imanaya laakiin maxalka kale waa maxallu lishkaal تنبيه اللباد وحي إلى الثاني هل يجري الخلاف في هذه المسألة في أمر الندب أو يختص بأمر الوجوب فيه خلاف قال القاضي عبد الوهاب والصحيح لا فرق خلاف كان كساب صن فورك إيا تأخيرك مهربا لغا سمين إيا مسي دبا لوريك كرا سنها مسوق إيا مسي واجب كيكو قارت خلاف با كتشرة لكن قاضي عبد الوهاب وحوي لي المالكي صحيح وين الفرق كالهين او مساله ذن اما قاعده ذني سنه ان يكون رموبس انا صدا الشريوي قاضي عبد الوهاب صدا الشريوي الثالث محل الخلاف في الامر الذي يطلب به فعل وجودي خلاف كمحل كيس وحكو سابسين امر كي لدونا ايو لطلب اي فعل شريتان لو نسبيي ان لطلبي دع إيه أترك إيه يذر إيه أريض لم يتكأه محل الخلاف كما ويكوى سيحقا معناها وحي كلمته النهي اسكدا وحاس مركا لا يلاهدو نهي قيل لم معنيه مركا من حيث المعنى ما دام النهي قيل لم يديه يقو حي نقون أيان إن مر لا يبلغ تقيه مركا فور إن لو تقيه waa soo gelis taana saasiyada wey sheekhu waxa uu yiri wal amru la yastalzimu al qadaa bal huwa lil amri al jadid jaa wal amru amarku la yastalzimu la simsan ma iyo al qadaa qad la simsan ma iyo la qallayo bal huwa qadaagu jaa lil amri al jadid wa hukum amr usub oo sheekhu ino tilmaamaya amarkii markuu soo arooro قضاء لقل يوم اللازم سنة أيام سما اللازم سنة فيه مذهبان الأول منهما قول الحنابلة وأكثر الحنفية منهم أبو بكر الرازي وبه قال عبد الجبار وأبو الحسين من المعتزلة حكاه عبد العزيز في الكشف عن عامة أصحاب الحديث وقال ابن رفعة في المطلب مطلب كوحكو شرحا تنبيها أيك شرحا إنه ظاهر كلام الشافعي في الأم في باب الظهار لما قاس بقاء الكفارة في الظهار المؤقت التي وجبت بالعود فيه وهو الوطء على مسألتنا إذ قال يقال له أدي الصلاة في وقت كذا أي قبل وقت كذا فيذهب الوقت فيؤديها لأنها فرض عليه وإذا لم يؤديها في الوقت وأداها بعده فلا يقال زد فيها لذهاب الوقت قبل أن تؤديها قول كهروح الشيغية أن لا يلاهدو أمر كهروح لازم سنية قضاء أمر بهدي لأمري أمر كائن لي ما دو دي أداها كلي ما دو أما قضاها كلي ما دو أمر كهروح يالله وقول قول كالباد وقول كأكثر كعلماء قبان والمذهب الثاني هو الأصح وقول الأكثرين مذهب كالباد أيوح يهي
قولك الصحة بضان علماء بضان كودو سيدي كتاقين ناه وين قضاقي وكل عيا أمر عصب قضاقو حبه هي أمر عصب وباني كيه ركما في الله ويكاهر وقت أيو كقيدنا وكحددنا ما دام وقت كقيدنا دي الدليل معها وقت كليل ولي مادو تاسمرك الدليل معها مرك أمر عصب وباني هي مذهب صدحاتنا قروا كليين أي لهدين قياس بالك الدليل شنيا قضاقة وحانا يدلي الشدين علمته إنه أمر عصب باهية هي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك كي الصلاة إلا هو أما كص يحضى هتكذو مركا حصوصته كفارة كلمرها انت مو يعني هديس الأمر كي هو رأوكو تصين أيو دي لما يلا هدين كي كص يحضى أما إلا هو مركا الصلاة دي هاللي ما دو وقتها كأمر عصب إنه يبقى هنتهي أمر عصب كتوسين أيو أيا لقى قادنا يا مركا مركا لو أيو أمر عصب وحي نقونا إساء إنا لا لا إيمان كارين ساسي كترتيبين مركا قولك إنه أمر عصب باهي هيا يا شيخ أرجحية شيخ وحويلي والأمر لا يستلزم القضاء أمر كلازم سن ما يقضاء وقضاء كان سن ما يو دو أمر سوء روره أمر كاهوري قضانا كمت السنية وما لازم سنية قضاقو حبا هي أمر عصب بل هو قضاقو جاء للأمر الجديد وايمي وعمر عصب أي مركي سيكويمي وكسق ناضي تنبيهات كوحيري المراد بخروج الوقت في هذه المسألة الخروج الذي يحكم على العبادة حينئذ بأنها به تصير قضاء ليخرج بذلك ما لو بقي من الوقت ما يسع ركعة كما سبق تقريره في موضعه خروج كوقت عبادة أي بحيسو مسألة وحيكو سابسنتها خروج كي أما بحيطان كي لحسابين عبادة إنه نقول إنه قضاء سي مركا تاعة يقبح ذو وقت كي السلاة ده هدي ركعة كهر ده يقدر ركعة لتو كذا ودي قضاء مركا من نقول إنه وحي نقول إنه مركا أداء إنه سيدو مركا وحويا حديث ثقار كود لقدر الشنيو إننا قضاء نغنين الثاني من المسائل المفرعة على هذه القاعدة ما لو استأجر سنة فمضت ولم يتسلم المستأجر انفسخ العقد ولا يجب بدلها سنة أخرى اعتبارا بالعقد الأول بل لا بد من إنشاء عقد جديد لمدة الثانية إن أرادها أسأل فقهية أي ديت كان وقاعدة المركة كل اسمه يسا سأيش فرعيقة أما فقهيقة قاعدة كل اسمه يسا وحكم إذا عدبا وحي الدراتي الشقال إنه الصندو الشقي هشي سنوع عاسو لك شقدين المركة كمهلين كي مركة وحوية شقالها الدرتي منفعدي وكو يعني مركة كريستي انتاس مهلين سندنا وادمات عقد جوا فسخ مياه سند كله بدل كيد إنه لي ما دانا واجب كنا قنميس إلا محل في سبعة جاي مرك عقد كاس مرك عقد عصب وإن لك كلاه هدي سند كله للدون أيه كيه روا فسخ مياه تنبيه صد حاد وحلو حلقة في هذه السنة يا مسألة قضاءها بحيث أن قضاء لقومك عابين إن خلاف كان يجلين تنبيه أفراد وحوير محل خلاف وحكوس سابسين يهي مسألة قضاء حون نقول يلا بقى أصل لبدا أصل وحي تاي أمر كشي مركب الله أمره أمر أجزادي سردن الله أمري مطهي حان علماء غروح إليهين أمر كهدي الشي مركبه أشياء كالدوان إسكسارن الله أمره أجزادي سمد ولو كم دبا إن الله أمري كان سنس أصل كلابادنا وحي يهي أمر كفعل الأمر وقت عيمان الأمر عقود الصين يا مصلحة إن يكون صاب صنايد وقت جا جوده السئل الردو هذو تجان مصلحة دي وتجيسة مركع علماء قاركود بل بضع أصل ميت بين ملع السدين قلاك قضاء لازمني سي قلاك أن لازمني الكاهن وقول شو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.